يا بني يا حبيبي، والله ليس لك في الحياة بعد الله إلا قلب أمك. الصحاب يخونون والأقارب يغدرون والناس تنساك، لكن الوحيدة التي تبقى مكانها تنتظر رجوعك ولو طالت السنين هي أمك. لو طالت بك السنين هي أمك، فهي مطعم إذا جعت، وهي مستشفى إذا مرضت، وهي مدرسة إذا أردت أن تتعلم. هي مطعم إذا جعت، وهي مستشفى إذا مرضت، وهي مدرسة إذا أردت أن تتعلم شيئا في الحياة. إذا قست عليك الحياة صفى لك قلب أمك. إذا قست عليك الحياة صفى قلب أمك.